في زيارته التاسعة للشهر العاشر من الحرب فرصة أخيرة، إما التوجه نحو الهدوء أو المخاطرة باتجاه حرب شاملة، خيارات طرحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد أن حطت طائرته في تل أبيب في محاولة منه لتجسير الهوة بين كافة الأطراف والحد من نقاط الخلاف. هذه لحظة حاسمة، ربما تكون أفضل فرصة وربما الأخيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع الجميع على مسار أفضل للسلام والأمن الدائمين. في إسرائيل تباين كبير للمواقف بدأ يظهر جلياً. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اتهم نتنياهو بتأخير صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. خصوم نتنياهو يضغطون عليه لاغتنام الفرصة، وحلفاؤه يريدون مزيداً من الضغط العسكري على حماس واستمرار التمسك بالشروط. نحن ندير حملة عسكرية ونعمل على إطلاق سراح مختطفين في الوقت نفسه. هذه مهمة أخلاقية ووطنية في المقام الأول. نحن نمر برحلة معقدة للغاية عندما تقف على الجانب الآخر منظمة إرهابية. وفق صحيفة يادياوت أحرانوت، إن تعثرت المفاوضات فإن حزب الله يتجه نحو استهداف تل أبيب، ومخاوف أخرى من احتمال هجوم إيراني واسع، الأمر الذي قد ينذر بحرب شاملة، حرب تفاقم من أزمة المدنيين في غزة، وقد تنقل الرهائن الإسرائيليين فيها من عداد المحتجزين إلى عداد المفقودين.